السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رغم فوائد الفول الأخضر المتعددة للصحة، فإننا لا نوليه عادة اهتماما بالقدر الكافي ليصبح من الأطعمة المتوفرة في المنزل، خاصة أن طرق تناوله متعددة، إذ يمكن أكله نيئا أو طبخه، وفي الحالتين فإن له مذاق شهي ورائع. قيمة الفول الأخضر الغذائية تأتي من احتوائه على كثير من الفيتامينات والمعادن والبروتينات والألياف، ما يجعله في حد ذاته وجبة متكاملة ومهمة للجسم. فوائد الفول الأخضر: احتواء الفول الأخضر على الكثير من الفيتامينات يجعله طعاما مفيدا في تقوية المناعة، إضافة إلى المركبات الموجودة فيه التي تساعد الجسم على امتصاص مضادات الأكسدة التي تقيه من أمراض كثيرة. تحتوي قشرة الفول الأخضر على بعض الفيتامينات والمواد التي تعمل على تقليل نسبة الكوليسترول الضار في الدم بنسبة تصل إلى 20%، وبالتالي هذا يساعد على الحفاظ على الشرايين والأوعية الدموية والوقاية من الأزمات القلبية وأمراض القلب المختلفة. كما يساعد الفول الأخضر في الحفاظ على مستوى ضغط الدم. مستويات المنغنيز والنحاس والمغنيسيوم الموجودة في الفول الأخضر تساعد على تقوية العظام وتعزيز صحتها. الفول الأخضر هو مصدر جيد من المنغنيز وحمض الفوليك، في حين أن الأول يلعب دورا أساسيا في البروتين والتمثيل الغذائي للكربوهيدرات، ويعرف حمض الفوليك بأنه لازم لصحة القلب والحصانة وتركيب كريات الدم الحمراء. الفول الأخضر من المصادر الجيدة لمركب اليوفودوبا، واليوفودوبا هو نفس المادة الكيميائية التي يمكن أن تجدها في الأدوية المستخدمة لعلاج مرض الشلل الرعاش، في حين أن كمية هذه المادة الكيميائية يمكن أن تختلف تبعا لنوع الفول. الفول الأخضر غني أيضا بمعدن الحديد، والمعروف بأهميته في علاج فقر الدم والأنيميا. الفول الأخضر غني أيضا بالبروتين والألياف، وهو ما يساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة، وكذلك فإنه لا يحتوي على سعرات حرارية عالية، لذا فهو يساعد على إنقاص الوزن. الألياف التي يحتوي عليها الفول الأخضر لها دور كبير في تحسين حركة الأمعاء والجهاز الهضمي بشكل عام، والوقاية من الإمساك والمشكلات الأخرى. يساعد حمض الفوليك الموجود في الفول الأخضر على حماية الجنين من التشوهات الخلقية، إضافة إلى مساعدته على النمو وتطور دماغه وأعضائه المختلفة. أضرار الفول الأخضر: لا توجد أضرار كثيرة تنتج عن تناول الفول الأخضر، ولكن الإفراط في تناوله قد يسبب بعض الآثار الجانبية مثل الاكتئاب، حيث يحتوي الفول الأخضر على مركب الليفودوبا الذي يحوله الجسم إلى دوبامين، وهو ناقل عصبي يساعد على استقرار الحالة المزاجية. ولكن المشكلة أن الإفراط في تناول الفول قد ينتج عنه زيادة كميات الليفودوبا التي قد تسبب نقصا في حمض الفوليك، وهو الأمر الذي يؤدي إلى الإصابة بالاكتئاب. كذلك يجب تجنب تناول الفول الأخضر إذا كنت تتناول مثبطات الأكسيداز الأحادي الأمين لعلاج الاكتئاب. قد يكون الفول الأخضر أيضا من الأطعمة التي تسبب الحساسية لبعض الأشخاص. ويجب أن لا ننسى مرض التفول، وهو ما يسمى بتفول الدم أي انخفاض الجلوكوز في الكريات الحمراء. ففي حال تناول المرضى المصابين بمرض التفول للفول الأخضر فيمكن أن يحدث فقر دم حاد. مشاهدينا الكرام، هذا كان كل ما لدينا اليوم. شكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.